ولسه مكملين معاكم مع نجمة ستار أكاديمي لارا اسكندر. وفي بعض الاس ام اس جات لنا في حد كاتب: لارا يا عالمية، فخرك لكل بنت مصرية، بنحبك وبنموت فيكي ومنتظرين ألبومك على نار اللي أكيد هيكسر العالم إن شاء الله. راي باشو شو هلارا بتجنني. معنا تليفون حنان. تليفون حنان. ألو حنان. ألو ألو حنان سمعينا. أيوه حبيبتي معاكي. إزيك عاملة إيه؟ الحمد لله. لارا معاكي. ايه بقى انتوا ميرسي الاول ان انتوا بتقولوا لي احلى حاجه في حياتي. لارا سامعاكي اتفضلي. اوكي. هاي لولي. هاي ازيك يا حبيبه قلبي، وحشاني موت موت. انا كويسه ثانك يو. انت عامله ايه؟ انا كويسه الحمد لله. الحمد لله وحشاني قوي قوي، وعايزه اقول لك كل بنات لارواز بيسلموا عليكي وبيقولوا لك ان انت وحشاهم موت موت، وانهم بيحبوا فيكي كل حاجه. وعايزه اقول لك ما تتغيريش، انت بتقولي بتحاولي تتغيري، انا بحبك كده. انا شخصيه لارا اللي انا عرفتها وحبيتها ببرايتها. ثانك يو. بس انا مش بحاول اغير شخصيتي، انا بس بحاول يعني لا مش بحاول اغير خالص. انا انتوا حبيتوني كده فانا اكيد I'm going to stay like this. لولي انا طول عمري بقول عليكي امير البراءه، يعني مش عارفه اقول لك ايه. انت قلتي جميله، انت لارا حبيبتي، انا بموت فيك يا لولي. انت مميزه في كل حاجه بتعمليها، وبسم الله ما شاء الله. يعني انت سنك صغير بس في اعمالك كبيره كبيره، ورغم ان انت مشغوله ما بين دراستك وبين فنك، بس ما شاء الله عليكي مبدعه يا لولي، مبدعه بجد. واثقه فيكي وفخوره بيكي، وبحب كل اللي بتعمليه. دي اهم حاجه. منتظره كل جديدك اكيد بيكون مميز، لان انت اصلا انسانه مميزه، فنانه مميزه. كل مواصفاتك يا لولي مش عالميه، انت كل مواصفاتك وكل اعمالك مقاييس عالميه. Thank you. Thank you so much. يا حبيبة قلبي، وربنا يخليكي لينا، وربنا يطمن عليك يا رب. خدي بالك من نفسك وصحتك يا قلبي. Thank you. يعني حنان بعد كده انا مش قادره حتى اسالك اقول لك. طب عايزه تقولي سؤال للارا؟ مش قادره اقول لك كده. انا على فكره انا بتقولي مامي لارا، يعني انا اعتبر مامي لارا من الناس الكبار، يعني ما انا لسه كنت بحس انها بنوتي، ومن مهما اقول مش هوفيها حقها. انا لسه كنت بقولها انت قريبه من الناس لدرجه ان كل ام شايفاكي بنتها، كل اخت شايفاكي اختها، كل يعني بيبي شايفك اخته الصغيره كبيره. حبيبتي شخصيه لارا شادت الكبير والصغير. بالزبط. لارا كانت كتير حنونه، كتير طيبه، هي انسانه جميله، مش متكلفه على ميك اب ولا لسه، متكلفة بسيطة، متواضعة، بتحب كل، مميزة في كل حاجة. فعشان كده انت حبيتي شخصية شفتيها ورأيتيها 24 ساعة. بالظبط. شفتي كل جوانبها، يعني شفتيها من كل ناحية، حتى العصبية ما شفتيش عصبية. مفيش، عايزين نعصبك شوية. شفتي مش عارفة ان في ناس بتغير، بس هي مش بتغير من حد، وبتتسامح مع كل قلبها. سيلف كونفيدنس، هي واثقة من نفسها بجد، هي واثقة من نفسها ما شاء الله. انا فنها مش هتكلم عنه. بالظبط، مش محتاجين. ملكة المسرح كمان. لا كمان في الحياه الشخصيه كانسانه هي مميزه بجد، قدرت تسيطر على قلوب كتير كتير، واللي بيحبها قوي 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 طبعا، وبيحس انها قريبه من قلبه بجد. بالظبط. يعني مرسي لتليفونك الجميل ده بجد يا مدام. ثانك يو سو ماتش. مرسي لولي حبيبه قلبي، خدي بالك من نفسك، ربنا يوفقك في دراستك وحياتك وفنك وكل حاجه بتعمليها. شكرا. مرسي لي. باي باي يا قلبي. باي باي يا روح قلبي، مع الف سلامه. باي باي. باي باي باي. يعني محبة الناس زي ما قلنا نعمة ومسؤولية. مسؤولية في نفس الوقت. طب قبل سؤالك بس، ان في مسج طويلة جدا لارا. لارا حبيبتي، انا بحبك جدا 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 وبموت فيكي، وامانة مش عايزة الضحكة تفارق شفايفك، وعايزة اشوف دايما الحب في عيونك. عايز ما يسامحوني، يعني عايزاكي دايما تكوني مبسوطة، وانتي تستاهلي كل خير، وتجبرينا اننا نحبك ونحترمك بسبب قلبك الابيض وروحك الطفوليه وملامحك الملائكيه. بعشقك. واشكري مامتك وباباكي. هي احنا طبعا منورانا في الاستوديو طنط ناجله، مامت لارا منورانا يا طنط. كل التحيه ليها طبعا. فيكي ولارا طبعا، يعني مفيش بعد كده محبه الناس بجد. طيب لارا برضو خلينا اسالك، انت مش شايفه ان الاعلام المصري مش مديكي حقك زي لبنان، بما ان كل الكونسرت بتاعت لارا هناك في لبنان وحفلاتك، شايف ان في فعلا حقك مهدور هنا في مصر؟ بس انا هعمل يعني هودع حاجه. انا مبسوطه قوي انه سالتوني السؤال ده. مصر بلدي. انا فعلا ابتديت في لبنان عشان ستار اكاديمي في لبنان. تمام. بس انا كنت بمثل مصر، كنت حابه وفخوره ان انا بمثل مصر. يعني لو كان عليا كنت اعمل كونسرت هنا، واعمل كل الانترفيوز بتوعي هنا، وعشان اسجل هنا، مش انه اسافر واجي. بس حسب العروض اللي بتجيني
يعني هي it's good و it's bad. للأسف إنه مش بتجيلي فرص that much هنا. الحمد لله إنه بيجيلي في حتة تانية, بيجيلي في لبنان. لبنان مامتي لبنانية, لبنان بلدي تاني. بس أكيد it's not the same as Egypt يعني. مش عارفة يمكن عشان بغني إنجليش يمكن بعد شوية يفهموا مش يفهموا نجاحك. هم فاهمين بس you never know يعني. شايفة نفسها شايفة لسه الشعب المصري ما استوعبش فكرة انه بنت انجلش وبتبقى perfect كده. بس هو ما فيش ما افتكرش انه في answer correct answer بالضبط. عشان اللي غريب انه انا معظم الفانز بتوعي مصري بالضبط. فاكيد الشعب المصري يعني مستوعب فاهم. سوري القطع كده, في ناس ما بتعرفش تتكلم انجلش بالعكس وبيحبوكي بطريقة مش طبيعية. exactly. فهو يعني أنا مبسوطة مثلا أنا هنا دلوقتي معكم. You're one side of the media that takes care of me. It's good يعني. I'm very happy. طيب لارا أنت اخترتي تعملي سينجل تاني اللي هي لسه Chains اللي احنا كنا نتكلم عليها بدل ما تنزلي الألبوم. طب ليه؟ Two main reasons يعني حاجتين معينة. أول حاجة أنا بغني English فعشان الأول سينجل كان تجربة. It was كده a test. فعشان أطلع ألبوم بالإنجليش بعدين دغري بعد أول سينجل ده كان ريسك كبير قوي. أوكي. يعني حتى لو ميشن إز يو نجح وأنزل ألبوم كامل كان لأ كان يعني ريسكي شوية. واحدة واحدة عايزة تاخدي ستيبس. وبعدين in the West يعني أوكي. بيعملوا التكنيك ده إنه بينزلوا مثلا كام سينجل ولما سينجل دون بينجحوا بيشوفوا بيجربوا what's good what's not وبعدين بينزلوا الألبوم. أنا نزلت 2 سينجلز والحمد لله رد الفعل كان كويس فأخذت الفيدباك يعني من الـ 2 سينجلز دول وبشتغل على الألبوم. طب خلينا نكمل موضوع الألبوم ده بس ناخد تليفون. ألو 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 أيوة أيوة معك رحاب. رحاب ازيك عاملة ايه؟ الحمد لله ازيك يا سارة. أولا مرسي جدا ان انتوا جبتولنا لارا عشان كانت محسنة جدا. مرسي لك وانتوا ان انتوا ساندتونا وهي طبعا مرسي لك يا لارا. طبعا انتي accept the invitation. لارا معيكي تفضلي. رحاب هاي لارا. هاي رحاب. وحشتينا جدا جدا جدا. thank you. انتوا وحشتوني كلكم. أولا مبروك على السايت بيجنن. thank you. أنا مبسوطة أوي إن كل حد حب السايت. أنا عاجبني أوي. يعني. شكرا. ومستنيين ألبوم إمتى؟ ألبوم إن شاء الله. طب هيبقى طب يعني بصي سيبينا احنا نسأل خلي الأسئلة احنا علينا. يعني هتتكلم بقية الانترفيو. اسمع بقية الانترفيو يا رحاب. اسمعي بقية الانترفيو وهتعرفي كل حاجة. ما فيش سؤال مش يعني أكيد ما فيش سؤال مش هيسألوها. تلاقيش احنا بصي النهاردة هنعصرها. تلاقيش. بس ثانك يو. ميرسي يا لارا وحشتينا قوي. Thank you so much رحاب. شكرا. مرسي رحاب. احنا معانا تليفون تاني. الو الو ايوه ممكن اكلم حبيبه قلبي؟ حبيبه قلبك معاكي. هاي انا شهاب حبيبتي. هاي ازيك عامله ايه؟ انا كويسه ثانك يو. انت وحشاني خالص يا حبيبتي. ثانك يو سو ماتش. يا رب ربنا يحميك يا حبيبتي. شكرا. ثانك يو سو ماتش. مش قادر اقول لك اكتر من ان ربنا يحميك يا رب يا رب. شكرا. ثانك يو. مش عايز اسالي اي سؤال وانا هسالهولها. انا عارفه كل الاسئله كلها هتجاوب عليها اللي انا عايزاها وكل الفانز هيقول اللي انا عايزاه بس انا بحبها جدا ومش اكتر من كده. ربنا يحميها يا رب يا رب. اشتري تليفونك قوي. ثانك يو. طب في برضو في اس ام اس بتجينا النهارده وعد الناس مش عايز ازعلهم وهقرا كل الاس ام اس وهاخد كل التليفونات بس واضح ان انا غلطت. انا ما كانش مش عارفه اسالك ولا سؤال. شفتي كل الرصه دي يا رب. بس احنا ممكن كمان نبعد الانترفيو ممكن نقعد ونقرا الاس ام اس بعدين عشان موضوع الاس ام اس اللي على التليفونات بتاعتنا. في بقى اس ام اس على الفيسبوك دي اللي انت هتاخديها. خلاص في اس ام اس جاي لنا. ماي دوتر لارا يو ار سو كيوت اند تالنتد اند محمد ميد يو مور ماتيورد and added more beauty to you. Take care of him and don't forget him. He is worth so much to give. من أمل. Okay, thank you, أمل. في SMS تانية.